رئيس الجمهورية من خلال قراره تغيير العيد الرسمي للثورة من 14 جانفي ل 17 ديسمبر، ولو أنه دستور 27 جانفي 2014 ذكر في ديباجته ثورة 17-14. رئيس سعيد يتحدث عن الانفجار الثوري، يقول إن يوم 14 جانفي ليس عيدا للثورة، هو يوم انقلاب على الثورة. هو مع كامل احترامنا معروف أنه لا يملك لا تاريخ نضالي ولا تاريخ جمعياتي ولا أي تاريخ، يعني بعد 60 سنة بدأ عليه الوحي، وبعد 60 سنة تقاعد جاه الوحي متاع الانفجار الثوري هذا، واليوم يقرر مش تغيير الدستور، يغير مسار كامل من خلال القفز على الدستور، على الدستور كامل هذا، كل المسار الديمقراطي من أجل صنع يسميه مستقبل جديد، الله أعلم. علاش هذا يا أستاذ؟ قبل كل شيء الأستاذ الكريم الذي معك يعني كان يخالفني بعض أفكاره بالحق، غير أنه في نهاية الحديث استخلص أو وصل أكثر ما قلت أنا، نعت قيس سعيد بأنه كراكوز. كانت هذه فكرتي في الأول، أن الرجل مريض ويعاني مرض نفسية ومتخبط. أريد أن أؤكد أن قيس سعيد جيء به لماذا وكيف؟ لأن المنظومة الدولية، الثورة المضادة العالمية، لم تتمكن من اختراق الثورة التونسية من خلال أو عبر الرئيس مصف المرزوقي وعبر الباج قايد السبسي. مصف المرزوقي رجل دكتور فاهم واعي مناضل صاحب تاريخ عظيم ووطني شريف، فلم يقدر على التلاعب به. جاء بايج قادي سبسي رغم أنه يسمى عن المنظومة القديمة، ولكنه كان إلى حد ما يحافظ على الاستقرار العام، يحافظ على الأمن العام، أراد أن يحافظ على التوازن، ونجح إلى حد ما. فلما دخلت الثورة المضادة الدولية تتلاعب، رفض وقال صراحة طلب مني أشياء غالية مكلفة جدا، يقصد الإمارات، يقصد الإمارات لأنها اشترط عليه تنفيذ مذبحة مجزرة في تونس تكون ضحاياها الإسلاميين وحركة النهضة، والباجي قد سبتي رفض. فبالتالي الثورة المضادة الدولية لم ينفع معها، لم تنجح مع رئيس وطني معارض سابق، أما رئيس مسمى على النظام القديم لكنه عاقل لحد ما. فبالتالي عليهم أن يأتوا برئيس دمية كما لقبه الدكتور المرزوقي، وهذا دليل على أن شيء به. أنا لا أتحدث في التفاصيل، لو رجعتم كيف دخل أي سعيد إلى المشهد الوطني المشهد العام عبر التلفزيون، كانوا يصورونه سوبرمان الرجل القوي الذي لا يخاف، الناطق باللغة العربية الفصحى، العالم الفاهم، البحر الفهامة، وخدعونا لأننا ما زلنا مخمورين على قول قيس سعيد بالوجه الجديد الثوري، ولم يتجرأ مرشح تونسي أو رئيس سابق أن يقول تلك القول الشهيرة التطبيع خيانة عظمى. وهذا لتعلم أن وراءه قوة دولية تفهم في التواصل الاجتماعي، التواصل الإعلامي، وتعرف المفاتيح. حتى الولايات المتحدة الأمريكية أي رئيس يريد أن يتقدم الانتخابات الرئاسية يعطونه مفتاح لدخول قلوب الشعب. المنظومة الدولية عرفت نقطة ضعف الشعب التونسي والشعب العربي، حساسيتها من الكيان الصهيوني، فأعطوه هذه الورقة، قل فقط التطبيع خيانة عظمى. فكان الناس يخرجون في الشارع يصرخون يحيى قيس سعيد. وإلى اليوم لم يتجرأ أن يعيد نفس الكلمة، بل سافر إلى مصر وقابل المطبعين وقابل سر الإسرائيليين ويتعامل معهم، حتى أن استعمل شخص صهيوني لإسقاط قيس سعيد، لإسقاط خصمه نبيل قرو. فبالتالي هذا الرجل مواصفاته هذه أسباب قوته. أستاذ حسين سألتني قبل قليل، هذا رجل قوي ما زال يعيش متمكن،
التاسع وأموره تسير كما يشتهي. مفاصل القوة لقيس سعيد هي التالي: رجل كذاب، خائن. نحاول أستاذنا رجاء أن نحاول أن لا نشخص الأمور، وأنت محلل خلاص سياسي يعني قلها ولا تصفها، الله ينورك. خلاص. هذا الرجل دخل قصر قرطاج بخديعة. هذا الرجل كان يعني صباح المساء يرسل علينا بدرار من الكذب والنفاق. هذا الرجل لم يصدق في أقواله أبدا. هذا الرجل حنث اليمين، هذا مشهور، ومن يحنث اليمين لا أمان له. فكل يوم والبارحة لما نطق غير في أقواله فهي أسلوب الأساليب الخدعة وتهدئة الأجواء. من يقدر على وقف، اسمح لي، حتى أن يخادع الأمريكا. من يقدر على وقف السعيد يا أستاذ حمادي عند حدود الدستور؟ من يقدر على وقف سعيد اليوم؟ شوف يا أخي، لعل ضيفك الكريم قد يحدثك بالمنطق القانوني. أنا هذا القانون لا أعتقد. منطق سياسي الأحزاب السياسية المعارضة. نعم، أنا أقول كيف إسقاط قيس سعيد؟ إسقاطه بأسلوب واحد فقط لا خيار له. هذا الرجل لا يعترف لا بقانون ولا بدستور ولا مؤسسات، فكيف نسقطه بالقانون؟ وهو لا يعترف بالقانون. وزيرة العدل في يده اليمنى، القضاة في يده اليسرى، الأمن، وزير الداخلية شيعي مثله أتى به، الجيش نتحدث فيه بعد قليل. هذا لا ينفع معه شيء إلا انتفاضة شعبية جماهيرية مسيرة مليونية هي قصر رئاسة وحمل قيس السعيد هنا. لا في خيار تاني، ثورة تصحيح مسار الثورة. لست أني أتكلم بواعي ما أقول، لست متحمسا ولا فاقدا لوعي ولا مخطورة. جربنا معه كل شيء، حتى المجتمع الدولي جرب معه بالتهديد